خدتها معايا. فالمهم واحنا مسافرين اقسم بالله العظيم ثلاثة اكتشفت حاجة غريبة جدا. حصل والله العظيم ثلاثة حصل. كنت دايما بسمع كلام خبير التنمية البشرية ومطورين الذات وبصدقهم جدا، ولحد دلوقتي طبعا بسمعهم كتير. وكان في حاجة مهمة جدا سمعتها قبل كده، ان الواحد ما ينفعش يحط في باله حاجة ويفضل يفكر فيها، او حتى لو فكر فيها يعني مش كتير، بس طالما هي مش حاجة حلوة فمش الاحسن ان احنا نفكر فيها خالص. فانا ما بعملش كده، وفعلا يعني ما بعملش كده خالص. فاول مرة تحصل معايا يعني من الحاجات اللي ضحكتني جدا السفرية دي، يعني ان انا وانا مسافرة مش عارفة ايه اللي خلاني احط سبير للفاميلي كلها اللي عنده نظارات خدت له نظارة. يعني انا عندي نظارة رحت واخدة نظارة زيادة. حتى اتسألت انت بتعملي كده ليه، فقلت لهم علشان لو النظارة ضاعت يبقى معانا نظارة، دي نظارة النظر يعني. فالمهم واخدة نظارة زيادة لكل حد فينا، ومعايا انا كانت معايا نظارة اللي هي البلاستيك الشفافة خالص، رحت واخدة واحدة اللي هي المدورة السوداء، ما بقتش بحبها قوي بس ايه يعني عشان ضاقت ما اعرفش كده ولا. فالمهم خدتها معايا، قلت خلي معاكي النضاره الثانيه، جه خلي معاكي النضاره الثانيه دي كده يعني احتمال اي حاجه تحصل يبقى معاكي سبير. اقسم بالله نضاراتنا كلها ضاعت واضطرينا نلبس السبير، والله العظيم ثلاثه نضاراتنا كلها اختفت. ويعني ايه تباعا، كل واحد كل يوم نضارته بتضيع ويلبس السبير، والسبير بقى دي مش السبير مش حلو، طلع السبير ده مش حاجه حلوه. يعني كنت فاكره ان احنا واخدين سبير ومؤمنين نفسنا وكده، طلع السبير ده اصلا انت عامله سبير وما بتلبسوش عشان هو اصلا مش عاجبك. فاتقدرت تقديره السفريه كلها بلبس نظاره ضيقه عليا ومش عاجباني، اصلا ما بقتش البسها، قلت زيها بقيت اتعامل من غيرها. يعني انا عشان الرقم برضو بسيط قوي فالحمد لله بقدر اتعامل من غيرها. ف بجد لو مش عايزين حاجة تحصل ولا تفكروا فيها ولا تعملوا حسابها ولا تحطوها في دماغكم انها اوبشن، لان انا اول ما حطيتها كاوبشن انا على فكرة انا طبعا بتكلم في موقف عبيط وصغير بس هو ليه دلالة. يعني قيسوا على ده على الموقف الصغير ده الحاجات انا بتكلم في موقف صغير ممكن يكون شكله عبيط او كده بس ليه دلالة. يعني قيسوا على الموقف الصغير ده الحاجات الكبيرة، قيسوا عليه بقى كل حاجه كل حاجه، اي حاجه مش عايزينها تحصل ولا تفكروا فيها ولا تحطوها از ان اوبشن، ما تحطوهاش اصلا في احتماليه الحدوث، يعني في الحاجات اللي هي ممكن تحصل ما تحطوهاش في دماغكم. ماشي يبقوا مؤمنين نفسكم من بعيد قوي بس مش دايما تفكروا في لو حصل كذا هعمل كذا ولو حصل كذا هعمل كذا. انا ما اقصدش ان انا مش مع ان الواحد يبقى عنده خطه بديله او الكلام ده كله وما يبقاش مؤمن نفسه، بس يعني